صيحة ميديا نقاء وارتقاء. اقرأ ورتل وارتقي كالكوكب المتألق، يا قارئ القرآن في جو الجنان فحلقي، تلقى القراءة سلما ترقى عليه، فكلما رتلت من آياته رقاك قدرا أعظما. وهنا القرآن سيدفع عنك العذاب ويشفع لك عند منزل آيه، وبه تجل وترفع بالجود ما أندى يدي، يعلو ولا يعلى عليه نور الإله وحبله وصراطه الهادي إليه. تبدو عليه طلاوته وتفيض منه حلاوته، زاد النفوس وطبها وروى القلوب تلاوته، والمنهل العذب النقي سارع إليه واستقي. ليقال في الأخرى لنا اقرأ ورتل وارتقي، اقرأ ورتل وارتقي.